استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمطار البحرين الدولي فريق مدرسة بيان البحرين الفائز بالمركز الأول في جائزة الشيخ زايد لطاقة المستقبل عن فئة مدارس قارة آسيا، الذي عاد من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد حضوره لحفل الختام للجائزة، حيث تم الإعلان عن هذا الإنجاز التعليمي الكبير لمملكة البحرين. أشاد سعادة الوزير بهذا الإنجاز الذي يؤكد ما وصلت إليه المسيرة التعليمية المباركة من مستوى متطور في ظل دعم ومساندة القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها. هنأ الوزير الشيخ الدكتور مي بنت سليمان العتيبي رئيسة مجلس إدارة المدرسة وجميع أعضاء مجلس الإدارة والهيئتين الإدارية والتعليمية والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بهذا الإنجاز المتميز، متمنيا للمدرسة مزيدا من التوفيق والنجاح. الوزير أكد أن الوزارة ماضية في توفير كل أوجه الدعم والمساندة لقطاع التعليم الخاص أسوة بالمدارس الحكومية من خلال البرامج المتخصصة في مركز رعاية الطلبة الموهوبين، باعتبار هؤلاء الطلبة المبدعون والموهوبون ثروة وطنية لا بد من إيلائها كل العناية والاهتمام. من جانبها قالت الشيخة الدكتورة مي العتيبي إن مدرسة البيان تشرفت برفع اسم مملكة البحرين في هذه الجائزة المرموقة التي تعتبر إحدى أهم المسابقات العلمية على المستوى الدولي، مثمنة دعم واهتمام سعادة وزير التربية والتعليم بمشاركة المدرسة في هذا المحفل العالمي وحرصه على استقبال الطلبة في المطار تقديرا لما حققوه من إنجاز كبير. إنجاز كبير بكل معاني الكلمة، فهو يحسب لمملكة البحرين وتواجدها المشرف على الصعيد العالمي في هذه المسابقات التي لها أهمية كبيرة، خصوصا وأنها تتطرق إلى أمور مهمة على الصعيد العلمي والصعيد التنموي. فهذا يؤكد ما تجده المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من قيادتنا العزيزة يحفظها الله ويرعاها، من دعم مكن ولله الحمد أبناءنا الطلبة والطالبات من تحقيق إنجازات على الصعيد المحلي أو على الصعيد الإقليمي والدولي. فأنا أحب أتقدم أيضا بكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه المدرسة، وأشكر أيضا أولياء الأمور الكرام على تعاونهم، وهني أبناء الطلبة والطالبات. ووزارة التربية والتعليم لن تدخر جهدا في رعاية مثل هذه المواهب الواعدة التي نأمل إن شاء الله تعالى أن تساهم بفعالية في مسيرة التنمية والازدهار في مملكة البحرين. وكرر التهاني أيضا للقائمين على هذه المدرسة المتميزة. عندما تفوز البحرين بطلبتها، بعلمها، بثقافتها، بمدارسها بهذه الجائزة، هو بروحه أكبر تحقيق إثبات أن البحرين علميا تمشي على الطريق السليم، وتثبت أن حسب ما إحنا دائما نشوف ونرى ونحاول نوصل الرسالة أن البحرين متقدمة علميا إلى أوسع المجالات. الحين هذه الجائزة اليوم تقول هذا الكلام، إحنا تفوقنا في العالم على أكبر الدول العالمية، صفينا في التصفيات الأخيرة ضد الصين وضد الهند وضد الفلبين، ومع ذلك فازت البحرين. إذن هذا أجمل فوز نتمنى. إحنا ما بنتكلم عن نفسنا، ولكن الجائزة تتكلم عن البحرين، وهاي أهم شيء.